Hello, hello, and welcome لتحديث الأطفال أو الإنفانتس في The Sims 4. أولاً, I'm sorry على الغياب again. I know, كل شوية عمال أغيب عنكو, but كان عندي ظروف, كنت بنقل من البيت لبيت جديد. Just كانت الدنيا زحمة بعكو, but الدنيا دلوقتي قشطة مضبوطة, حطيت السيتوب والإنترنت وصل وكل حاجة قشطة. وعلى وقت الأبديت, so نزلت الأبديت مبارح ولسه طازة ما شفتش فيه حاجة, ولأني كنت مشغولة الفترة اللي فاتت, so ما شفتش كتير أخبار عن الأبديت update وعن الانفنس وعن الباك الجديدة growing together اللي هتنزل يوم 16. so بكرة لو لحقت نزل الفيديو ده النهاردة هتبقى بكرة. so خلينا نشوف الابديت مع بعض ونشوف ايه قصة الانفنس او الاطفال الجداد في The Sims 4. اول حاجة, ده تحديث مجاني للبيس جيم, هيجي عند الكل. اي حد عنده الجيم الاصلية هيجيله الابديت. just اعملوا ابديت من EA app او EA desktop وينزل لكم الابديت مجاني. ده مش اضافة, الاضافة لسه هتنزل. so As you can see, أول حاجة تلاحظوها هنا هنلاقي اللي عندنا آيكون جديدة, مرحلة عمرية جديدة اسمها infant أو الرضع. الأطفال في Sims 4 دلوقتي أول ما يتولدوا هيبقوا البيبيز أو النيوبورن أو حديثي الولادة, وبعدين يبقوا infant, وبعدين toddler, child, وteen, واللي احنا متعودين عليه. Oh my god, look how cute, 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 cute. Yeah, شكلهم مرة قريب من toddlers but obviously أصغر. I love انهم قاعدين على المخدة, ولما بنلف المخدة بتبقى شفافة عشان نشوفهم من ورا, نشوف ظهرهم وكده. سوبر سوبر كيوت. alright, خلينا نبص على كل الحاجات اللي انضافت ليهم. شعرات شعرات, ده برضو very cute. شعر شعر, بعدين شعر اطول شويتين. this one برضو, this is cute. oh I love this one. oh this is so so cute. I love this one. الله, تحس ده مرة مرة واقعي, وبعدين ده مش واقعي بالمرة. تغير حدين ولد بالشعر ده. skin details, yes. اوكي اوكي, سو حاطين زي الوحمات او البيرث ماركس او علامات الولاده, وام بريتي شور مضيفينها لكل الاعمار مش بس للانفنتس, واشكال مختلفه. اي لاف انهم ممكن نجمعهم كلهم مع بعض او نجمع كذا حاجه في نفس الوقت, مش واحده بس. على الجهه الثانيه من الرقبه, على الوش, وده على الوش. فيري كيوت. او ماي جاد, الاسنان. ليه بقى مش بيفتح عشان نشوف الاسنان؟ اوكي اوكي, دلوقتي فتح. ذا از سو 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 كيوت. از سو فاني إنه الأصوات مستمرة وهي فتحة بقها. بعدين عندهم نظارات, سوبر سوبر كيوت. أو I love النظارات دي مشبوكة من ورا عشان ما تقعش. بعدين يجي عند الملابس. Oh my god, I'm so excited for this. كيوت. اوكي, هلف عليهم سريعا سريعا عشان ما نطولش ونقعد 13,000 سنة. كمبيوتر شور هنشوفهم بدقة أكثر في فيديو ثانية وبتاع. this is so cute. اللي بعده سريعا سريعا, كعادة الفيديو ريفيوز الحاجات الجديدة اللي بتنزل وبتاع, هيبقى الفيديو كله pretty much عمال أقول لكم this is cute. ده نفس بتاع toddlers, I'm pretty sure, you know, عاملين منه نسخة للإنفنتس. fancy. وده برضو wait, ده موجود للtoddlers ولا للchildren؟ يا ربي مش فاكرة ده موجود عند مين, but very very cute. كل حاجة very cute. I love it, I love it. بعدين الوانزيز. cute. آخر full body outfit, super cute. وبعدين البوتنز, دايبر أو حفاض, فيه ألوان. yes فيه ألوان, cute. oh I love إنه ما بيلفوا لما بنيجي نتفرج على البوتنز. I love the rainbow, وطبعا في منه حاجات سادة. I love إنه هم ادونا خيارات كتير مش بس الأبيض, you know. وبعدين بنطلون, وبعدين shorts, بعدين another بنطلون, وبعدين pajamas, وpajamas, وبنطلون, وshorts, ولا جيبة دي I think skirt. yes, جيبة جيبة, وبعدين بنطلون, وبعدين بنطلون. cute cute cute. tops تقريبا نفس حاجات التادلر بس عاملين منها نسخ لي اسمهم الانفنتس. I love this one a lot. cute cute cute. so ده زي اللوجو او الشعار بتاع العالم الجديد اللي هينزل مع الاكسبانشن باك growing together اللي لسه هتنزل, but I love انهم حاطين منها حاجة في الابديت المجاني او التحديث المجاني للجيم. وبعدين في اللي هو لو نشيل الملابس, في اللي هو زي tights, وده شراب. very nice. وبعدين الشوز, yeah زي ما توقعت نفس حاجات التادلرز but عاملين نسخة للانفنت. I love انهم حطوا الشوز ده. بالنسبة للتريتس بتاعتهم, 6 تريتس: calm او هادئ, cautious او حذر, intense, too much زي ما انتوا شايفين, sensitive حساس, sunny,
مبتهج دايماً وبيجلي دايماً بيتحرك مش قاعد ثابت في مكانه. كيوت، في أشكال حواجب كتير، very cute. أوه في من غير حواجب خالص. طبعاً في أشكال للأنف، للبق، والعيون، والأذن، وكل حاجة. أوكي البيرث ماركس ضفوها للأدلتس برضو، very nice. في البادي وبعدين على البادي سكارز ضافوا علامة جرح السي سكشن أو الولادة، عملية الولادة القيصرية. I love it. خلينا نديها لها actually. وبعدين في السكين ديتيلز في برضو وحمات الجسم. I'm pretty sure الانفانس برضو عندهم ومتسيت أشوفهم، so هرجع أشوفهم دلوقتي. Very cute. Oh stretch marks. Oh I love this. وفي على الجناب وعلى الرجل وفي من وراء الظهر وفي من الفخذ شويتين. Oh I love إنهم صايرين عمالين يضيف حاجات زي كده، شكلها so much واقعي أكثر من ما تكون بلاستيك. I think في الباك الجديدة Growing Together في حاجات إضافية كمان أكتر. So we'll see. متحمسة كمان لما تنزل الباك نشوف. الانفانس في البادي يس مديرهم برضو وحمات على الجسم وبتاع. كيوت كيوت كيوت. برضو عملوا لهم styled looks which is very cute. 1, 2, 3, 4. من فين جات الهيد باندي؟ ها ما كنتش موجودة في الخيارات ولا ما بصيتش على الهات أساسا. شكله بصيت على النظارات واعتبرت نفسي بصيت على كل حاجة but oh no. very very cute. Oh yeah مبصتش على الهات so مديرهم الهات ده. وبعدين الهات العجيبة دي وضحك. وبعدين راس الأرنب. Oh cute. I love راس الأرنب so much. I love this برضو bucket hat. Oh I love برضو ان عليها الحوت بتاع سانسكويا العالم الجديد الجاي مع Growing Together او اللي هيجي. في اللايكس والديسلايكس مش متأكدة اذا كان الفاشن ضفوه في الابديت ده ولا ضفوه من قبل كده، مش متأكدة صراحة. but في fashion likes و dislikes. وبرضو في هنا اوكي في كذا حاجة حاسة انهم انضعفوا في updates قبل كده وفاتوني لاني بعلي فترة مش مركزة قوي مع The Sims 4. but في هنا ال overachiever اللي هو طموح قوي وحاوز يعرف كل حاجة في نفس الوقت وبتزيد السكيلز بتاعتهم اسرع من غيرهم، بس في نفس الوقت صعب يبقوا صحاب مع حد لأنهم مركزين قوي على الشغل وعاوزين يبقوا أحسن حاجة في الدنيا، so مش بسهولة يبقوا صحاب مع حد. ده الـ overachievers. وفي social loyal اللي هو المخلص أو الوفي أو كده. وفي socially awkward. socially awkward أنا فكرة أنه موجود من قبل كده، بس الـ loyal والـ overachiever هو اللي حسا بشوفتهمش قبل كده، so I'm not sure إذا كانوا ضعفوا دلوقتي ولا نضعفوا في updates سابق. بس اعتقد اضاف update سابق وفاتوني لانه في الابديت نوتس مش حاطين حاجة عن انه في traits جديدة للادلتس. بالنسبة بقى للاساس الجديد او حاجات build by، شو عندنا؟ سجادة جديدة للاطفال وفيها الوان كتيرة او swatches كتيرة مختلفة. so cute. I love ان هما مؤخرا كل حاجة صايرين بيحطوا منها النسخة البطيخ في الحياة. انا I love it a lot. طبعا هنستبدل السجادة العبيضة دي بالسجادة الجديدة البطيخ طبعا. وفي سجادة تانية سوف نستبدل الهبلة دي بالسجادة الجديدة التانية because cute. وبرضو في منها أشكالات وألوانات. they are so cute. oh my god cute. but I think في واحدة مرة دول مرة cute. oh my god. oh I love it. وطبعا ممكن يستخدموا في كذا حاجة مش بس في غرف الأطفال يعني. وبعدين في crib و as you can see التكست اللي محطوط في نهاية الوصف بتاعه support infants، يعني الشيء ده مخصص للإنفانتس. دوت draggable item so ممكن نسحبه ونحطه في Sims inventory. so لو رايحين مثلا رحلة المكان أو بتاع يبقى عندهم سرير للإنفانتس يناموا فيه. وبعدين في النسخة دي ده مش draggable. الحركة الجديدة اللي عاملينها في الديسكريبشن بتاعه برضو كاتبين this crib can be upgraded to a toddler bed. so ممكن Sims عن طريق الهاندن سكيل يعملوا له upgrade يخلوه toddler bed، سرير toddlers جديدة برضو. so ده سرير toddler جديد وشكلهم so cute ومودرن ومتمشين مع بعض. so freaking nice. I love انهم مضيفين حاجات مش بس للإنفانسين للتادلرز وكذا. ده برضو بيقول انه هو can be upgraded to a crib. وبعدين المفاجأة الجديدة انه في باسنت جديدة اخيرا ضافوها للجيم. can you imagine؟ قادرين تتخيلوا انه في باسنت جديدة انضافت في The Sims 4 من اول ما نزلت الجيم وهي دي الباسنت الوحيدة اللي حطنها، بس اخيرا ضافوا واحدة جديدة and it's so cute.
oh my god I love the color. برضو من نفس الشكل دوت حاطين كريب للإنفنتس عشان ينورو, عاوزين نعمل غرفة أطفال يبقى فيها كل الحاجات متمشية مع بعض أو نفس الطقم يعني. وبعدين من الطقم دوت ضيفين برضو كريب بنفس الستايل ونفس الألوان وكذا. I'm pretty sure إنه في ألعاب جديدة, so ده كأنه لعبة جديدة. وبرضو على الألعاب حاطين supports children, supports toddlers, supports infants. so على حسب اللعبة ديت ممكن يستخدمها أي مرحلة عمرية بيحطوا في المعلومات يعني بتاعتها. I'm pretty sure دي برضو جديدة, أعتقد دي برضو جديدة أو at least يعني أنا حاسة إنهم جداد لو كانوا مضافين قبل كده. whoops ده مثلا البيوت الألعاب القديمة اللي كانت موجودة في الجيم حاطين فيها إن هي بتسبورت infants, so the infants ممكن يلعبوا حتى بالألعاب القديمة الموجودة أصلاً. بعدين في هنا دي المينيو بتاعت infants and toddlers, كانت سابقاً toddlers فقط بس دلوقتي infants and toddlers, وحاطين بقى فيها decoration items للعناية بالtoddlers وبتاع you know فرش ومش عارفة baby wipes, ده زي مجموعة حفاضات وcutips ومش عارفة, ده زي صندوق برضو فيه حاجات كلها decorations you know ما نقدرش actually نستخدمها أو كذا. سلة أغراض طبعا كل واحد منهم فيه swatches, ودي سلة فيها حاجات ودي سلة تانية فيها حاجات تانية. حاجة في الأبديت برضو عملوها الهاي تشير, so الهاي تشيرز دلوقتي بقى يسبورت toddlers and infants الاثنين ممكن نقعدهم عليه. وتقريبا كده عملوا أبديت للهاي تشير خلوا استخدامهم أفضل من الأول, لأن الأول كانوا مزعجين وفيهم glitches وبتاع, لأني مش بلعب بالهاي تشيرز خالص فمش فاكرة المشاكل اللي كانت فيهم, فمش هقدر أحدد إذا كانوا فعلا تصلح ولا لا. ده مثلا ممكن برضو يستخدموا الانفنتس المكعبات ديت decorations زي رفوف وعليها حاجات. بدي شون ده جديد برضو, وضعي عندي إحساس إنه بعض الحاجات ديت تكون مضافة من قبل كده وأنا متنحة but hey whatever. المهم إنها حاجات كيوت. وبعدين في هنا برضو السلة دي أول مرة أشوفها, سلة ألعاب ومش عارفة, وواحدة ثانية مقفولة وشكلها so cute. برضو حاجة جديدة عدلوها في الأبديت, as you can see جددوا المنيو بتاعت الانتراكشنز, غيروا التقسيمة بتاعتها, so كل الأفكشن أو الحاجات اللي فيها حب وعاطفة شويتين حطوها هنا, complaints أو الشكاوي حطوها هنا, deep thoughts أو الأفكار العميقة حطوها هنا, وهكذا غيروا الترتيبات والتقسيمات بتاعتها. أعتقد كده أحسن بكتير لأن كانت الأول فوضى, كل حاجة داخلة في بعضها مش مترتبة أي شكل من الأشكال. حتى الفاني برضو قسموه بشكل مختلف, الرومانس المسجف والمين يا غيروهم كلهم which is very very nice. حاجة كمان جديدة عملوها في الفون من هوم منيو في خيارين, have a science baby with أو have a science baby as a single parent. so السيمز دلوقتي عشان يحملوا مش بالضرورة يروحوا ويقابلوا حد ووهو أو try for baby بعدين يجيبوا baby, برضو مش لازم يعملوا adoption أو يعملوا تبني, لا ممكن يهافوا science baby basically زي أطفال الأنابيب والحاجات اللي زي كده, ده قصدهم بالساينس يعني طفل عن طريق العلم تكون. with another parent ونختار سيم تاني نجيب معاه البيبي دوت, أو as a single parent so just أب لوحده أو أم لوحدها أو كذا. برضو في البيلد منيو السور أو الفنسز ضافوا سور جديد يدي شكل البلاي بن بتاعت الأطفال you know لو عاوزين نعمل لهم زي منطقة لألعاب الأطفال أو زي كذا. وفي منها برضو ألوانات very cute very cute, وجاية معاها بوابة نفس الشكل نفس الألوان. طبعا طبعا ممكن يستخدم أي استخدام مش لازم منطقة الألعاب الأطفال تحديدا, لكن عاملين الستايل بتاعه يناسب قوي البلاي بنز او منطقه العاب الاطفال. وضافوا خيار جديد في الجيتس او البوابات apply baby proofing انه نمنع الانفنتس والتادلرز يعدوا من البوابه دي, اتصور عاوزين نعمل منطقه التادلرز والانفنتس ما يطلعوش منها نعمل just baby proofing. واخيرا اخر حاجه مجموعه طويله عريضه من البج فيكسز والاصلاحات اللي عاملينها, كمية كويسه صراحه, حاجات كتير صلحوها في البيز جيم بعدين مختلف الباكس very nice. هحط لكم لينك الابديت نوتس دي في الديسكريبشن لو عاوزين ترجعوا تشوفوهم بنفسكم. وطبعا حاطين فوق وصف ضافوا ايه بالضبط ومش عارف ايه والانفنتس والكلام ده كله. انتهت فقره الاخبار والحاجات الجديده, عاد العب شويتين كده بالانفنت وشوف ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل بيه. سو الانفنت ذات نفسه واتش كو سمايل ممكن يبص على حد او كده, وعلى الام والاب هيلب ممكن يطلب المساعده get fed
ولد أو يطلب منها أكل يعني chomp. The heck is chomp. اوكي خلينا نعمل chomp او نعمل chomp على الاب بما انه قريب مننا. هيعمل ايه بالضبط؟ هيعضه؟ هيعمل what? I don't know but this is so cute. Oh my god this is so cute. فعلا عضه. يعض صباعه. That is so freaking cute. Oh no uncomfortable ouch عشان اتعض. حاجة كمان اضافت صحيح. Nope never mind ما خلصتش الحاجات الجديدة. في اضافوا خيار جديد choose feeding preference. الشخص ده يفضل انه هو يديره البطل او breastfeeding. اعتقد النيوبورن برضو ضافوها. بالنسبة للنيوبورن صحيح عملوا فيهم برضو تعديلات. خلينا نجيب science baby ونشوف ايه اللي هيحصل لانه المفروض النيوبورنز اللي هم البيبي بيز you know, المرحله العمريه القديمه بتاعت البيبيز المفروض انهم عدلوا عليهم سو خلوا الوان بشرتهم عدله والوان عيونهم مش عارفه عدلوا عليهم ايه تاني بس يعني عملوا عليهم شويه تعديلات سو بيروحوا يحكوا مع بعض يو عاوز نروح نجيب ساينس بيبي هاف ا ساينس بيبي وذ جاكسون يس بليز ب 1200 لانه طبعا عمليات والحاجات دي بتبقى غاليه ذاتس فاني او وهو كمان بيختفي معها لانه الاثنين اختفوا ما عادش في البيت الا اطفال خلينا نسند to daycare نوديهم daycare. It's a girl. Oh my god, cute. Rosalie. Okay, نسميها Rosalie. بقى عندنا newborn دلوقتي وتحطت في الباسنت. So عشان تشوفوا الفرق بين newborn وبين الانفنت اللي قاعد يعك الدنيا او اللي قاعدة تعك الدنيا بطلي عك لو سمحتي وبعدين ده التادلر you know الاجيال كلها المهم ان البيبي قاعد يعيط واعتقد دلوقتي الشيلدرن والتادلرز دلوقتي ضافوا لهم برضو انتراكشن انترتين او يسليه او يلعب معاه او حاجة زي كده حاجة كمان ضافوها بالنسبة للنيوبورنز او البيبيز دول لو اخترنا كذا انتراكشن ورا بعضه هيعملوهم كلهم ورا بعض مش يحط يرجع البيبي في الباسنت وبعدين يشيله تاني وبعدين يرجعه وبعدين يعمل يشيله تاني ويعمل انتراكشن ويرجعه وهكذا سو حدثوهم بحيث يبقوا واقعيين اكتر شويتين وفترة الحياة بتاعت النيوبورن بتبقى اقل بيكبروا بشكل اسرع بيبقوا انفنتس ولو بصينا على الكالندر والعك اللي فيه هنلاقي 4 ايام بس وتكبر وتبقى انفنت which is very very cute قصروا المرحلة العمرية بتاعت النيوبورن يعني دلوقتي الانفنت مالها زعلانة ريست تايم او محتاجة تنام put Anna to bed yes please اوكي وهتغير لها هدومها وتحطها في السرير and it's so so cute اعتقد ده كده اهم الحاجات وطبعا هنكتشف اكتر ونتفرج عليهم اكتر في you know بقية السلاسل والستريمز والكلام ده كله but hopefully تكون استمتعتوا بالفيديو hopefully تكون استفدتوا متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب all that واشوفكم مرة جاية ان شاء الله باي باي